كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير جديد لها أن قطر لم تنفذ وعودها بالقيام بإصلاحات أساسية لحماية العمالة فيها، مشيرة إلى تقدم محدود في هذا الإطار. إلى غوة. دعنا نتابع في هذا الموضوع حمود، إذ في تقريرها الصادر في 71 صفحة تظهر المنظمة بالفعل أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر مستمرون بانتهاك حق العمالة في كثير من الأحيان، مشيرة إلى أن أرباب الأعمال كانوا قد تذرعوا بظرف كورونا لوقف دفع الأجور. وكشف التقرير أن قطر لم تنفذ التزامها أمام منظمة العمل الدولية، هذا كان عام 2017، بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبال إلغاء نظام الكفالة، وهو نظام يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل. وكشفت هيومن رايتس ووتش أيضا عن انتهاكات للأجور منتشرة في قطر في مختلف الوظائف، نتحدث هنا عن حراس الأمن وعمال المطاعم والمقاهي وحراس النوادي الليلية وكذلك عمال التنظيف وعمال البناء. وفي هذا الإطار قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج أن 10 سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، وما زال العمال الوافدون يعانون من ظروف العمل السيئة والأجور التي إما تدفع متأخرة أو تدفع ناقصة أو لا تدفع بتاتا بحسب المنظمة، ولا يملك العمال في غالبية الأحيان أي مخرج سوى التعامل مع ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام بحسب المسؤول الحقوقي. يذكر مشاهدينا أن المنظمة تحضيرا لهذا التقرير كانت قد أجرت مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة، كلهم وافدون بالطبع، يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تتعلق بهذا الشأن.